ايضا نصبح على لين. صباح الخير لين، اهلا وسهلا. يسعد صباحكم. عن جد اليوم الاجواء كثير حلوه بالاستوديو، ورجعنا كثير لايام الطفوله، وحلو حنرجع نشوفها من جديد كمان. فاليوم كمان عندنا مثل العاده اخبار رياضه، رح يكون عندنا اخبار عالميه وعربيه وكمان نسائيه متنوعه. رح نبدا اول شيء يمكن من اخبار المنتخب السعودي يلي امبارح كان عنده مواجهه امام كوريا الجنوبيه وخرج. انا شايفه قرقور حبيبي شو قرقور. اهلا. لحظة، أنا آسف لأني تعبت، كنت عم بركض. أنت بتمارس الرياضة شكلك يا قرقور؟ طبعا أنا بمارس الرياضة لأنه أنا قرقور أكثر واحد بمارس الرياضة في العالم. لا كأنه قرقور شايف نفسه شوي، لأنه هو أحسن مذيع، أحسن رياضي، أحسن مقدم. خير خير، إيش فيه؟ أنا ما بدك تروق، الله يرضى عليك. ما بعرف إذا حيخليني كفي اليوم. لا خلص، أنا رح أساعدك بالتقديم ورح أقول لك أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مع هاي الأخبار الرياضية والعربية والعالمية والنسائية. قرقور أنت ما في منك بالتقديم، بس حيشاركني بعد شوي بالفقرة. كمان اليوم عندنا أخبار للأسف حزينة، ضجت السوشيال ميديا ليلة أمس بوفاة أسطورة كرة السلة المعتزل كوبي براينت في تحطم مروحية في كاليفورنيا، وكانت برفقته بنته. التفاصيل حنشوفها بعد شوي بفقرة الرياضة إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك قرقور، وشكرا لك يا لين. حنشوفكم مع بعض كمان شوية إن شاء الله. زي ما قلنا مشاهدينا، اهلا يا سمسم، او اهلا سمسم، هو امتداد للنسخه الام سيسمي ستريت المحبوب عالميا، واللي انتج منه 150 نسخه حول العالم ب 70 لغه. ويستهدف المسلسل المشاهدين الاطفال العرب اللي تتراوح اعمارهم بين 3 و8 سنوات، ويحاول من خلال شخصياته واحداثه تقديم مفاهيم انسانيه واجتماعيه وعاطفيه، تعلمهم كيف يتحكمون بمشاعرهم ويتعاطفون مع الاخرين وتقبل الظروف والتعامل معها. وبالإضافة لكل من كعكة وإلمو وقرقور اللي عرفناهم من زمان، تنضم 3 دمى وشخصيتين آدميتين لحارة أهلا سمسم. من هي شلة الأصحاب الجدد مشاهدينا في الحارة؟ خلينا نتعرف على أبرزها معكم. يلا. اهلا سمسم، واهلا بالشخصيات الجديده في اهلا سمسم. ايضا مشاهدين طبعا الشعور مع الاخرين ودعمهم في تخطي ظروفهم الصعبه ميزه لا يمتلكها اي احد. اليوم راح نسالكم سؤال نشارككم من خلال هاشتاج البرنامج، اللي هو صباح الخير يا عرب. السؤال يقول برايكم كيف يمكن ان ننمي مشاعر التعاطف مع الاخرين عند الابناء؟ كل اللي حاب يشاركنا مثل ما خبرناكم على هاشتاج البرنامج اللي هو صباح الخير يا عرب. احنا بالعاده السؤال نطرحه قبل بيوم، صحيح، فتكون عندنا بعض الاجابات. جاتنا اول اجابه من رهف تقول عن طريق تنميه الشعور عند الابناء عند الاباء، لان الاطفال يقلدون ابائهم، وروايه قصص للابناء عن التسامح والتعاطف واعلامهم باهميتها. ايضا الاء مشاركه معنا تقول ننمي فيهم مهارات تساعدهم على قراءه مشاعر الاخرين ونغرس فيهم قيمة التعاطف. ومن وحي رسائل أهلا سمسم، كيف يمكن أن ننمي الذكاء العاطفي عند الأطفال؟ الإجابة حتكون مع الدكتورة حنين جرار بعد الفاصل. ابقوا معنا وإحنا حنتجول في الفاصل ده مع قرقور. أوكي. وأيضا مشاهدينا رح نسأل نقول كيف تساعد شخصيات أهلا سمسم الأطفال في التعرف على مشاعرهم والسيطرة عليها؟ قرقور كيف أمورك؟ لحد الآن تمام. تمام؟ لحد الآن ها؟ طيب يلا يلا قدم فاصل. أنا أشهر مقدم فواصل في العالم، سنعود بعد قليل. نعم نعم.